السلام عليكم، معكم محمد السيد أو مثل ما أعرف باسم ابن الشام ديزاين، واليوم راح أعلمكم طريقة كيف تعمل تبييض الأسنان وتحافظ على علامتها. مثل ما أنتم ملاحظين عندي الصورتين، عملتهم تبييض وحافظت على علامتها. تمام، راح أحطها في اللاير اللي أنا مساويه وأنزل لاير جديد عن طريق اللاير أيكون أو شيفت كنترول إن كاختصار. اختار أداة البرش تول أو حرف البي على الكيبورد، اختار الفرشاة اللي تناسبك وأعكس اللاير من النورمال للكلر مثل ما أنتم ملاحظين، وأحدد اللون الأبيض اللي بدي إياه. راح اعمل زوم ان وابلش الون فوق الاسنان. طبعا ما راح الون كل الاسنان، راح الون بالجزء منها لحتى تلاحظوا الفرق. تمام، لونت بس اربع اسنان، راح اعمل زوم اوت بس مشان تشوفوا كيف صارت الاسنان واللمعه تبعهم كيف حافظت عليها. تمام، راح اختار الصوره الثانيه، اضف اللاير اللي انا مساويه واعمل نفس الخطوات، انزل لاير جديد، اعكسه من النورمال للكلر، واختار اداة البرش تول، وتأكد ان اللون شغال عندي. راح ابلش الون فوق الاسنان، طبعا ما راح الون الاسنان كلياتها، راح الون بالجزء منها حتى تشوف الفرق. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة، وتكبسوا زر اللايك، وتنشروا الفيديو بين اصحابكم، والسلام عليكم.